بالخير أسطورة ملح. كنت نكره تاريخ وجغرافيا بس كنت واحد بيتها. وكان غير جاو قال لي بروف هكاك وهكا اللي حل اللي نقدروا نقراو حنا. بصحة عيدكم. صافي بليز يا واحد مولودية كيما انا يدير له التعب باب الواد. كلمات فرنسا طاقارة وكي السي حضارة وعالمية وعند بالخير دير دار بولي كبر. أنا مع ناس باب الواد إن شاء الله يا ربي ربي وفقهم كامر. أنا نتعبوا رم يتعبوا إن شاء الله يفرحوا لي بارو. ألو ليكيب دي دي كاس كامل باب الواد كلمات فرنسا قا ولاد البلاد إن شاء الله. ألو رانا رح نجيبوا هكذا. السلام عليكم، معكم الأستاذ بالخير محمد الأمين، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا، متخرج المدرسة العليا الأساتذة بوزرعة سنة 2011، متحصل على شهادة البكالوريا في ثانوية عبد المؤمن في رويبة سنة 2006، معدل جيد، رتبة الأولى على المستوى الوطني، شعبة آداب وعلوم إنسانية. الحمد لله توفيق الله تعالى درنا التعليم بإذن الله درنا التعليم لوجه الله باسكو كان التعليم بهذيك الظروف كان ظروف قاسية من ناحية المادية والأخر. بصح تكلنا على ربي حبينا المهنة دخلنا المجال اقتحمنا المجال قرينا في المدرسة العليا الأساتذة. روسيا مغولية الصين اليابان كوريا الجنوبية تايوان فيليبين ماليزيا تايلاند سنغافورة اندونيسيا هونغ كونغ. الطريقة هذه الواجب أول حاجة كيشوفك التلميذ تقوم بالواجب تاعك التلميذ راح يحترمك. ثاني حاجة لازم تكون عندك كفاءة وعندك إمكانيات في إيصال المعلومة تكون متمكن من الناحية العلمية في المادة تاعك. ثاني حاجة لازم تكون إنسان شعبوي إنسان شعبي تتأقلم مع التلاميذ لأن التلاميذ هذو لابد من المصاحبة والمرافقة ديالهم في حدود المعقول. قلبك مادة بينا والفرح هو الدينا والفرحة اللي بينا عام نسدال إبراهيم هادي ديك أصليكم خاطي. ومن بعد لازم تبذل المجهود مع التلميذ خاصة في هذه المرحلة لازم تنتقل من مرحلة الفهم مرحلة الحفظ استرجاع المعلومة مرافقة نفسية كل هذه الأمور وتان مرحلة التحفيز. دائما تكون عندي حصة أنا نحاول نقسمها هذه الطريقة تاعي والحمد لله أنا راني نشوف لي طريقة تاعي هادية بزاف تلاميذ اللي راي عجبتهم للدور احنا جينا أوليونا والباك مادا بينا أوليونا والفرح والدينا أوليونا للدور احنا. وباش تفيد التلميذ أول حاجة لازم تكون كاين تواصل. إذا كان قاطعة أمام الأستاذ يكون عنده كفاءة ما يقدرش يلحقها باسكو كاين قاطعة بينه وبين التلميذ. إذا كانت كاين هذيك القاطعة مستحيل التلميذ ما يحبش يدرس عندك. ها جماعة كامل نروحوا لخطوة خطوة. ألو جماعة الفصل الثاني جغرافي منتوجات زراعية موارد تجارية. لو فتكري هذاك التواصل الاتصال بينك وبين التلميذ كي تكري التواصل تما تقدر تكري المعلومة والفهم وتفيد التلميذ. شغل يحسني بلي انا الاخ ديالو صح نحب له الخير من قلبي تما هادي اللي تخليني كيما يقول لك نضحي على جال التلميذ والتلميذ راه يشوف هاد الامور. والصداقه انا تبان لي والله اعلم مطلوبه تخليهم كيما يقولوا شغل يمزج بين انه الحمد لله يحب يقرا عندي يحترمني يقادرني وانا تاني تخليني دائما نخلي هذا التلميذ نحبه يكون متفوق خير مني وخير من اي واحد. كشحال من خطره يديروا فيديوهات تاعو دوك القصار فيديو 30 ثانيه لو هذيك فيديو 30 ثانيه لا تعني تماما واش ندير داخل القسم. الغالبيه شوفوا داخل القسم نبذل مجهودات قويه نفهم نحفظ نصوراجي التلميذ 30 ثانيه لقيت فيها ريزلطه نعاود وشنو نعاود نحفز التلميذ ويعاود يروح هذاك الضغط النفسي ونعاود نردو بالطاقه ديالو اللي كانت مقبل. سير قلت لك باسكو نخدموا من قلبنا نحاولوا نفهموا ونحفظوا قلت لك سير باسكو نتعاملوا معاهم كيما كنا حنا حايبين يتعاملوا معانا الناس
هذه اهم سر اللي قاني نخليه يفهم ويحفظ ويسترجع المعلومه في وقت قصير ويسولاجي ويتمتع بالماده بلا ما يتعب بلا ما يحس روحه اصلا بلي كان يدرس. للدور احنا جينا وليونا والباك مادا بينا وليونا ونفرح والدينا وليونا للدور احنا جينا وليونا. كذا الشعار تاع أولي ولا بالخير الأسطورة روح دير دورة روح تفهم تورة. أنا تلقائيا عفويا كملت الحصة وتعبت وعيت وش تلاميذ تعبوا درتها تلقائيا. أولي ولا بالخير الأسطورة روح دير دورة كاين لي كاميرا وداروا في تيك توك شاك وأنا ضد هذيك. أنا حقيقة داخل القسم قلوا ما كلا بس كاين الناس ما يعرفوكش كي يشوفوا هذاك الشعار درته في 30 ثانية ما رحش يفهم ما يبش بلي انت راك تضحي وراك تتعب وراك تعيا وراك تقري وراك تفهم وتسولاجي التلميذ. وهذاك الشعار هذاك 30 ثانية عنده هدف معين اللي ماد فرنسا طاقارة وكياسي حضارة وعالمية وعند بالخير دير دارات وكاع شعارات تجوني تلقائية باسكو علاش قلت لك انا الصغر ديالي ولا الصغر ديالي شغل كنت أمول وديا كنت في الصاد ومن بعد جات بيريودا 2003 جبت روحي من الصاد 2000 نافعة وتولي 2000 طرزعة وتخرجت اسمى توجر مول وديا في القلب. مر الوالدين عندي تلامي أزمة أملك باسكو على ما كاش مصالح بيناتنا كاين محبة وصداقة ماشي مبنية على المصالح وإن شاء الله ربي يوفقهم فريمون نفرح لهم لو كان ينجحوا لو كان نلقى كتر مش راني ندير ندير كتر مش راني ندير. والله الغاشي هدايا احنا رانا نحوسوا دايما على حلول ودايما نحاولوا نديروا هذيك الحلول وما نرضوش على روحتينا. انا دوكا شفتوا في ايكول بي اس سي درنا كل طرق للتنظيم كل طرق درنا اخر طريقه درنا اليوم وكان اقبال رهيب ما صعوبه كبيره باش تاقلم مع دوك الغاشي. نحاولوا رانا نديروا كل طرق باش كامل يكونوا ساتيسفي بصح دايما عندي كي نخرج ما نخرجش كونطون التلاميذ يقولوا لي او حقك بصح انا ما نخرجش قانع على نفسي. ما كنتش نحب نحفظ مي كي تبعت عنده وجيت ندير عنده يعني عجبني الحال ولقيت روحي في الحفاظه شغل يعطيك واحد لافون شغل ماشي نورمال تقراي تحبي بزاف فيسمع ما شاء الله شغل لحقنا معلومه بافسا سهله وطريقه سهله وكاع استوعبنا ما كانش واحد ما استوعبش مارقي كانوا غاشي بزاف وهكا دوك نروحوا للدار شغل العفسه خفيفه بغيت نضربوا طلع عليها برك باسكو 70% فهمنا هنايا بروف ما شاء الله ان شاء الله نجيبوا البوك اسطوره الشيخ بالخير الاسطوره الشيخ بالخير اسطوره الشيخ بالخير الزعيم اسطوره والعزيز اسطوره باينه اوليولا بالخير الاسطوره اوليولا بالخير الاسطوره اوليولا.